أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح بأن من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة في العراق لا يوجد منها سوى 28% تعمل وتحقق الربح، أغلبها شركات مرتبطة بقطاع النفط. وأضاف صالح أنه منذ عام 2003 توقف النشاط الإنتاجي في القطاع الحكومي، وأن أكثر من 20% من تلك الشركات لم تعد لها وجود، في حين أن الشركات المستمرة تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار. قال وزير النقل الحالي ناصر الشبلي إن أسباب تلكؤ انطلاق مشروع ميناء الفاو الكبير بالبصرة كان بسبب تأخر صرف التخصيصات المالية للمشروع ضمن الموازنة المالية. كما حمل الشبلي الحكومة مسؤولية تعثر إكمال الميناء بسبب رفضها صرف مبالغ الاقتراض المخصصة للمشروع. حمل عدد من البرلمانيين حكومة الكاظمي مسؤولية التخبط في السياسة المالية والنقدية التي أوصلت العراق إلى هذه النقطة الحرجة من أزمته الاقتصادية، وأكد النواب أن ملف الاستقطاعات من رواتب الموظفين هو للتغطية على الفشل الحكومي فيما يخص الملف الأمني والاقتصادي، كما أن خفض سعر الدينار العراقي أمام الدولار قد قلص من الدخل الحقيقي للمجتمع. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط العراقية لأمريكا بلغت 223 ألف برميل يومياً، متجاوزة السعودية خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في تقرير لها أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغ 5,286,000 برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 132,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5,154,000 برميل يومياً. وأضافت الإدارة أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق خلال الأسبوع الماضي بمعدل 223,000 برميل باليوم، متجاوزاً السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 189,000 برميل يومياً. رفع النظام السوري سعر البنزين الأوكتان 95 من 2000 ليرة سورية إلى 2500 ليرة للتر الواحد، وهو الارتفاع الثاني خلال شهر. وطلبت الحكومة من أصحاب محطات تعبئة البنزين الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة، وقالت إن مخالفي القرار سيخضعون لعقوبات تصل إلى السجن والغرامة بحق مخالفي أحكامه. وكانت الوزارة قد رفعت أسعار البنزين والغاز أكثر من مرة خلال العام الجاري، كان آخرها قبل شهر. تراجعت أعداد السياح الزائرين للمغرب بنسبة 78% خلال العام الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وفق ما نقلته وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة. وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يأتي بعد ارتفاع بنسبة 5% في العام 2019، مضيفة أنه على الرغم من التدابير المتخذة للتخفيف من تأثير الجائحة على القطاع السياحي، تم تسجيل هذا التراجع الذي يعود أساساً إلى انخفاض عدد السياح الأجانب بنسبة 92% والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 59%. وأضافت أن القطاع السياحي في البلاد تأثر بشدة بتداعيات الأزمة الصحية والإجراءات التقييدية التي وضعتها السلطات لاحتواء وباء كورونا. ختام الموجز، إلى اللقاء.